مجموعة من الباحثين قاموا بعمل تجربة بالتصوير الدقيق لنقل تجربة نقل الفيروس من شخص لآخر. تم استخدام ضوء الليزر وكاميرات عالية الحساسية والدقة لالتقاط هذه الصور التي توضح جزيئات الفيروس وكيف ينتقل عبر الهواء. هذه التكنولوجيا تساعدنا للحصول على صور بإمكانها التقاط 0.1 ميكرومتر، أي ما يعادل 1/10,000 مليمتر، ومن هنا تبدأ التجربة. أولاً العطس. بإمكاننا رؤية رذاذ الجزيئات المتطايرة والتي يصل حجمها إلى 1/10,000 مليمتر، وكما نشاهد تسقط بسرعة كبيرة، لكن دعونا ننظر لها مرة أخرى من زاوية الكاميرات الدقيقة. بإمكاننا رؤية جزيئات صغيرة تلمع وتتطاير في الهواء. هذه الجزيئات أصغر من 10 ميكرومتر أو ما يعادل 1/10,000 مليمتر. دعنا ننظر من زاوية أخرى، إنها خفيفة وصغيرة الحجم، نراها تتطاير في الهواء. هذه قطرات مجهرية صغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. من المعلوم بأن العطس ليس هو فقط المصدر الوحيد لهذه القطرات المجهرية، لذا قمنا بعمل نفس التجربة على شخصين يتحدثان من مسافة قريبة. نلاحظ أنه في محادثة عادية يقوم الشخص بإرسال العديد من القطرات المجهرية عند الحديث بصوت عال. هذه القطرات بين هذين الشخصين كما نشاهد تبقى متطايرة في نفس المحيط. من غير المعروف كم نحتاج كمية من هذه القطرات أو الرذاذ للإصابة بالعدوى. هذه الجزيئات الصغيرة تحمل العديد من الفيروسات، نقوم بإنتاج هذه الفيروسات عند الحديث بصوت عال أو التنفس بشكل عميق. الناس من حولنا تقوم بإخراجها عندما يقومون بعملية الزفير للخارج، أي التنفس، وبهذه الطريقة ينتشر الفيروس ونحن نشهد هذا الخطر اليوم. خطر الإصابة بعدوى من الرذاذ أو الجزيئات الحاملة للفيروس تكون أكبر عندما يكون الاتصال بين الأشخاص أكثر قرباً وبعدم توفر تهوية جيدة. في هذا المختبر يقومون بعمل محاكاة لكيفية تحرك وانتشار الرذاذ الحامل للفيروس للمحيطين به في محيط الغرفة. تقريباً يوجد 10 أشخاص في هذه المساحة المغلقة من الصف. شخص قام بالعطس مرة واحدة، نشر ما يقارب 100,000 جزيء مجهري. الجزيئات الكبيرة من الرذاذ تظهر باللونين الأزرق والأخضر، معظمها يسقط على الأرض خلال دقيقة واحدة، لكن الجزيئات المجهرية الأصغر باللون الأحمر تستمر بالتطاير. في هذه المحاكاة يتم عرض الجزيئات المجهرية فقط وهي تتطاير بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق. بعد 20 دقيقة الجزيئات المجهرية ما زالت تتطاير في الهواء. إذ لم يحرك الهواء هذه الجزيئات المجهرية فلن تتحرك الجزيئات بعيدا وستبقى، وبما أنها لا تستطيع التحرك من ذاتها فستبقى في المكان لبعض الوقت. لكن هناك طريقة لحماية أنفسنا من هذه الجزيئات المجهرية، وذلك بفتح النوافذ وزيادة معدل تدفق الهواء في الغرفة. يعتقد بأنها طريقة جيدة وفعالة. عندما تقوم بفتح النافذة ستنجرف الجزيئات الصغيرة بعيدا بسرعة كبيرة. إنها صغيرة جدا وخفيفة، لذا أي مصدر للهواء سيضمن التخلص منها. ما هو المهم حقا أن تصنع فتحتين؟
افعل ذلك مرة واحدة كل ساعة على الأقل، هذا يقلل من احتمالية العدوى إلى حد كبير.